الشعب يوما أراد الحياة. إضراب عام من المتوقع أن يشل تونس يوم الخميس. إضراب يطال 4 ولايات من بينها سليانة التي كانت شهدت مواجهات واحتجاجات حاشدة خلال الأيام القليلة الماضية، احتجاجات طالبت بعزل الوالي وتحسين الأوضاع المعيشية وصبت جام غضبها على حركة النهضة التي تقود الحكومة. كل المعطيات تشير إلى أن الشارع قد يشهد مواجهة بين فريقين، حزب النهضة والاتحاد العام للشغل. النقابة العمالية ذات الثقل السياسي والاجتماعي الأعرق في تاريخ تونس. الاتحاد العام للشغل الذي يضم 500,000 عضو يطالب بحل رابطة حماية الثورة التي يعتبرها ميليشيا مقربة من السلطة، ويتهم أعضاء في الرابطة بالمسؤولية عن الهجوم على مقره في العاصمة تونس الثلاثاء الماضي ما أسفر عن سقوط جرحى. السلطة من جهتها تلقي باللائمة على اتحاد الشغل لتدخله في الشأن السياسي وتأجيج الاحتجاجات التي تزداد حدة بسبب ما يعتبره البعض خيبة أمل في تحقيق الآمال التي قامت من أجلها الثورة. لكن المشهد يحمل أبعاداً أخرى، فاتحاد الشغل وحزب النهضة يقعان على طرفي نقيض، والصراع بينهما أيديولوجي بالأساس. فالاتحاد منظمة يسارية تدافع عن المكتسبات النقابية التي حققها التونسيون منذ الاستقلال، وكثيراً ما تتهم حزب النهضة الإسلامي بمحاولة جر البلاد إلى الوراء.